تماما مثل ميسي أو رونالدو، فإن لويس سواريز البالغ من العمر 31 عاما لا يمكن الإنكار أنه واحد من الموهوبين عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، ومع ذلك على غرار الآخرين لا يوجد في مجموعة سياراته ما يدعو للتفاخر. واليوم سنعرض لكم أبرز سيارات اللاعب الأوروغواني لويس سواريز. أولا، أودي RS6 Avant Performance. تعد سيارة أودي RS6 Avant Performance السيارة الأقوى والأكثر تكلفة في مرآة سواريز. تتميز هذه السيارة بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.0 لتر، ينتج قوة 605 حصان وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، وهو من أفضل أصوات العوادم التي يمكنك سماعها على الإطلاق. وتتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 في غضون 3.7 ثواني، وعند الطلق سترفع أودي السرعة القصوى من 205 إلى 305 كيلومترا في الساعة. ثانيا، رانج روفر سبورت. يمتلك سواريز سيارة رانج روفر سبورت، ولكن حسب المعلومات المتوفرة فإنها ليست الاس في ار القوية، بل ذات محرك V6 سوبر تشارج سعة 3.0 لتر ينتج 340 حصان وعزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر. ونظرا لوزن السيارة المرتفع الذي يفوق 1905 كيلوغرام، هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تتسارع من 0 إلى 100 في غضون أكثر من 7 ثواني. ثالثا، BMW X5. على عكس سيارته الجديدة رينج روفر سبورت، فإن سيارة BMW X5 الأكبر قليلا التي يمتلكها سواريز تأتي مع محرك قوي V6 سعة 4.4 لتر وشاحن توربيني الذي يولد قوة 407 حصان وعزم دوران يبلغ 600 نيوتن متر. لتتسارع هذه السيارة التي يبلغ وزنها 2086 كيلوغراما من 0 إلى 100 في غضون 5.5 ثواني، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كيلومترا في الساعة. رابعا، كاديلاك سكاليد. تعد كاديلاك سكاليد أكبر سيارة في مرآة سواريز، حيث يبلغ طولها أكثر من 5.1 متر ووزنها يبلغ 2358 كيلوغراما، حيث تملك هذه السيارة ذات الدفع الرباعي محرك V8 سعة 6.2 لتر ذات تنفس طبيعي ينتج 409 حصان وعزم دوران يبلغ 565 نيوتن متر. لتتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 في أقل من 7 ثواني، وقوة قصوى تبلغ 170 كيلومترا في الساعة. خامسا، سيارة أودي Q7. هي الأكثر سيارات العملية التي يمتلكها، والسبب يعود لمحركها الديزل سعة 3.0 لتر الذي هو موفر للوقود ولكن مثالي أيضا للطرق السريعة. محرك V6 الذي يولد قوة 245 حصان وعزم دوران يبلغ 550 نيوتن متر لتتسارع من 0 إلى 100 في غضون 8 ثواني، وسرعة قصوى تبلغ 216 كيلومترا في الساعة. وها نحن قد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناة يلا موتور لتكونوا على اطلاع على آخر الأخبار.